رأيك في الحتة دي؟ تتمنى الموضوع ده يعني يبقى زي الشامبيونز ليج كده، يبقى المباراة النهائي الافريقي الشامبيونز ليج الافريقي يبقى نوك اوت في مباراة واحدة، وتتحدد البلد مثلا السنة الجاية يبقى البلد مثلا المغرب، تونس، الجزائر، يعني تفضل الطريقة ديت ولا انت يعني شايف لا يبقى مباراتين ذهاب وعودة افضل؟ سؤال صعب قوي يا كابتن هاني. لا سؤال صعب قوي، لانه لما نيجي نتكلم في الجزئية دي اوروبا الوضع فيها مختلف عن هنا. احنا نتمنى ان نظام المسابقات عندنا يبقى زي اوروبا، لكن البنيه التحتيه مش في كل البلدان زي بعضها ومش في نفس المستوى، وفي نفس الوقت بتفقدنا احنا كتير من قوتنا لما نروح نلعب مباراه على ارض محايده من غير الجمهور. يعني احنا نتمنى ان الجمهور بعد كده يرجع الملعب في ظروف افضل بعد ان شاء الله ما تنتهي ازمه فيروس كورونا. لكن نفترض ان انا رايح العب نهائي في رواندا مثلا، لو هلعب في رواندا هروح العاصمه كيجالي والعب على استاد كويس جدا هناك، لكن الجمهور هيبقى صعب انه ينتقل في وقت زي ده. يعني في ظروف زي دي تبقى الحكايه صعبه شويه. وكمان انا شايف انه الاتحاد الافريقي المفروض كمان يكون عنده دعم اكبر للبنيه التحتيه، وده بيعمله مع الاتحاد الدولي، كمان عندهم برامج للبنيه التحتيه في القاره كلها. انا شايف انه الايجابي بتاعها ان انت هتطور استادات كتير في كل الدول الافريقيه علشان يعني سنتين ثلاثه يبقى في ملفات، لكن ممكن يعني سنتين ثلاثه يعني انا شايف انه كل الدول الافريقيه بتعمل دلوقتي بنيه تحتيه، واحنا عندنا في مصر هنا استادات رائعه، وشفنا تنظيم بطوله افريقيا 2019. لكن بعض الدول ما عندهاش ده. انا متخيل المنظر هيبقى افضل ليه على المستوى التسويقي، طبعا هيكون افضل، وانت يعني عارف موضوع التسويق ده لما انت بتحدد بلد انها هتستضيف الشامبيونز ليج الافريقي من حتى من غير ما تعرف اطراف النهائي ايه، دي هيبقى في رحلات طبعا، يعني هتبقى في اجواء مختلفه شويه من المباراه ذهاب وعوده. هو بالتاكيد لما الظروف تبقى طبيعيه وعندك جماهير وعندك جمهور عنده الشغف انه كمان يستكشف القاره ويشوف ويزور بلدان، ده هيبقى هايل جدا، وده اللي انا اتمناه. لكن انا دايما ببص لها دلوقتي في حته انا طمعان قوي في انه يتلعب ماتش في مصر علشان الجمهور يبقى موجود، وعلشان الفرق المصريه وتحديدا النادي الاهلي لما يلعب بالفاينل هنا كمان يبقى معاه السبورت الجماهيري يبقى بشكل قوي. لكن هي كفكره تسويقيه هترفع قيمه المباراه النهائيه، ده اكيد هترفع قيمه المباراه النهائيه. نتمنى ان احنا نشوفها ونشوفها كمان، انا اتمنى كمان نشوف يعني كل الاستادات على مستوى القاره الافريقيه على مستوى عالي. شفنا جنوب افريقيا عندها بنيه تحتيه كويسه، المغرب عندها بنيه تحتيه كويسه، احنا بمصر طبعا بنستضيف اي بطوله. يعني احنا لما عملنا بطولتين ورا بعض عندنا الاستادات جاهزه، عندنا الشكل الرائع لما كمان كان الجمهور موجود في بطوله 2019 وبطوله حتى تحت 23 سنه، فده بالنسبه لنا احنا مكسب كمان. فاتمنى ان الفتره الجايه بما ان النهائي هيبقى في مصر كمان هنا ان شاء الله باذن الله يا رب، يبقى بعد كده كمان يوصل الاهلي للنهائي ويبقى النهائي في مصر ان شاء الله باذن الله.